السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقياكم من جديد أخواتي، مرحبا بكم في قناة زين بالمغير. بنقول لكم أخواتي أول حاجة عشركم مباركة مسعودة تدخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتو يا رب. اليوم إن شاء الله كيف ما كتلاحظوا من العنوان غادي نحضروا واحد الحلوة تتجي رائعة جدا، واحد الحلوة معلقة بالتمر أو بالكوك. غادي نحتاجوا ليها كمقادير، عندنا زلافة، ملي كنقولوا زلافة يعني الوزن ديالها 250 غرام. غادي نحتاجوا زلافة ديال التمر، والمقادير بالغرام غتلقاوها في صندوق الوصف. غادي نحتاجوا زلافة ديال التمر معجون، زلافة ديال الكاوكاو حتى هو معجون ومطحون، يعني كاوكاو كناخذوه اما بقشور او لا بلا قشور، كناخذوه كنحمروه في الفران، الا كان بقشور كنزولوا ليه القشور وكنطحنوه مزيان، الا كان بلا قشور فكنحمروه حتى هو في الفران وكنطحنوه مزيان. انا طحنته حتى هو كامل طلق الزيت ديالو كيف ما كتلاحظوا. عندي زلافه ديال الكوك، بالنسبه غادي نحتاجوا كذلك جوج حبات ديال البيض، غادي نحتاجوا كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه، وغادي نحتاجوا كاس ديال السكر سنيده، دقيق حسب الخليط، كيس من فئة 8 غرام من خميرة الحلويات. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا انايا نستمت بواحد ربع معلقة صغيرة ديال القرفة، كتبقى اختيارية. غادي ندوز على بركة الله لطريقة التحضير، ونعاود نأكد ان المقادير بالغرام في صندوق الوصف. لكن ما كتلاحظوا بالنسبة للطريقة كناخدو المكونات، يعني الطريقة جد سهلة، كناخدو جميع المكونات اللي هي التمر والكاوكاو سنيدة الكوك، غادي نخلطهم وغادي نضيف الزيت والبيض. بسم الله، هنا كما كتلاحظوا كنا كنخلطوا جميع المكونات. غادي نبدا دابا نضيف الزيت ونضيفوا البيض. هنا كنضيفوا الزيت، هنا غادي نضيفوا البيض. بسم الله، هنا كنضيفوا الدقيق حسب الخليط، كنأكد ان يعني حاولوا تخليوا العجينه ديالها شويه مرخوفه، ما تقصحوش لا العجينه باش تجيكم معلكه في الطياب. هنا كما كتلاحظوا عندي الخميره تاع الحلويات، قلنا كيس من فئه 8 غرام. غادي ندخلو في الحلوه، وديما الحلوه كيف ما كتعرفوا ما كتدلكش، كنخدموا غير بالاصابع ديالنا. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي، من بعد ما دخلنا الدقيق والخميره الحلويات العجينه ولا الحلوه العجينه ديال الحلوه، تناخذ واحد اللاطه ديال الفران كيف ما لاحظتم انا عندي اللاطه ديال الفران هنا، وكندير انا فرشت فيها شويه هذا بابي سوفيغزي ولا دهنوها غير بالزيت، وكندلو على بركه الله كنطلقوا فيها الحلوه بهذه الطريقه، وغادي ندخلها للفران طيب مسخن على 170 درجه كطيب. من بعد كنخرجوها، عندكم الاختيار اما كدهنوها بشويه ديال المربى مخفف بالماء وكتزينوها باللي عندكم كوك اولا كاوكاو ولا اللي متوفر، ولا تنديروا ليها الشكلاط. لكن ما كتلاحظوا معايا من بعد ما طابت وخرجناها من الفران كنا كنطيبوا على 170 درجه لمده 21 حتى 30 دقيقه، هي كتجي معلكه. غادي نفرغوا فوق منها الشكلاط، شكلاط عادي ذوبته كنوزعوه على الحلوه ديالنا كيف ما كتلاحظوا. هنا خديت شويه ديال الشكلاط بيض، يعني انا غير ذوبته في الكاسخور اللي كان فيها الشكلاط كحل باش عطاني هذا اللون، وتندير به خطوط هكا كما كتشوفوا. من بعد ما درنا خطوط بهذيك الشكلاط اللي ذوبنا، يعني الشكلاط بيض، انا خديت الكاسخور اللي فيها الشكلاط بيض وذوبت فيها فيها الشكلاط اسود وذوبت فيها شويه ديال الشكلاط بيض، وتنديروا خطوط بهذا الشكل هذا. غادي نخليها حتى وكانت كتبرد مزيان وكيقبض الشكلاط، من بعد غادي ندو على بركه الله نقطعو. هنا من بعد ما كيجمد الشكلاط فكنحاولوا نطراسيو باش يجيونا هذوك المربعات ولا المعينات اللي غادي نقطعو مقادين، فكنقطعوها كنديروها في كويرطات كنقدموها بالصحه والراحه. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي الحلوه ديالنا من بعد ما قطعناها كنقدموها تتجي رائعه ولذيذه معلكه هذه الحلوه، ان شاء الله جربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم اخواتي بحال ديما ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. الى حلقه قريبه باذن الله.